وخلى دلوقتي كل صحف العالم والصحف المصريه، الصحف المصريه في الاول احساسها ايه تجاه الاهلي؟ وهي بتقول تعظيم سلام للاهلي. احتفت وسائل الإعلام المختلفة بالإنجاز الكبير الذي حققه الأهلي وتتويجه بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه بفوزه الكبير والمثير على الهلال السعودي بطل آسيا برباعية نظيفة في مباراة لن تنساها الجماهير المصرية والسعودية بل كل الجماهير العربية. وبالفوز الكبير والانتصار الرائع والتتويج الأجمل بميداليته المفضلة أصبح الأهلي حديث الجميع وتصدر منشطات كافة الصحف في مصر مع الإنجاز الذي حققه كأول ناد يتوج بالميدالية البرونزية في عامين متتاليين. ووصفت جريدة الأخبار الأهلي بفريق الرجال وقالت الأهلي فريق الرجال صال وجال في مرمى الهلال. الأحمر الرهيب يقدم أروع عروضه ويفوز برباعية تمنحه برونزية المونديال بجدارة. فيما وصفت الأهرام الأهلي بالمبدع وقالت الأهلي يبدع في ليلة التتويج ببرونزية المونديال. المارد الأحمر يهزم الهلال السعودي برباعية تاريخية في مباراة لن تنساها الجماهير. فيما تحدثت الجمهورية عن المباراة التي وصفتها بسيمفونية كروية عزفها أبطال الأهلي الذي حجب الهلال عن سماء المونديال في أبوظبي وقالت سيمفونية كروية وبرونزية أهلاوية، سيطرة تامة بالطول والعرض، وموسيماني مدرب المواجهات الكبرى. فيما وصفت مجلة أخبار الرياضة الأهلي بالزعيم ولكونه إنجازا فريدا لكافة الأندية في العالم، قالت المصري اليوم الأهلي يسطر صفحة جديدة في كتاب البطولات، وقالت أيضا الأهلي الكبير أوي، مشيدة بأداء الأهلي ومدربه موسيماني الذي حقق البرونزية الثانية على التوالي. ولم تختلف الشروق في إشادتها وتقديرها لإنجاز الأهلي عن كافة وسائل الإعلام وقالت الأهلي يكتب التاريخ ويتوج ببرونزية العالم للمرة الثالثة. وتحدثت عن انفراد الأهلي برقم قياسي في مونديال الأندية بعد خوضه 18 مباراة في البطولة متفوقا على أوكلاند سيتي النيوزيلندي. فيما قالت الوطن البرونزية أهلاوية، الأهلي يكتسح الهلال ويحصد المركز الثالث في مونديال الأندية. وقالت الوفد الأهلي ثالث العالم، كتيبة موسيماني تنصب السيرك في أبوظبي، وبطل آسيا خارج الخدمة. فيما وصفت اليوم السابع الأهلي بالشمس التي أشرقت وقالت أشرق الأهلي وغاب الهلال. أشرق الأهلي وغاب الهلال، وإن شاء الله لا يغيب الهلال أبدا ويرجع لمكانته زي ما قلت لكم من شوية.